أكبر سبب من أسباب ظلمة الوجه، ضيق الصدر، جمود العين، قسوة القلب، وهذا مهم اللي جاي، أكبر سبب لانقطاع الرزق، الرزق الفلوس، ها، أحد أسباب أنها ما فيها بركة هو الذنوب الخوافي، ذنوب الخلوات، خاصة أننا في زمن صار الإنسان يستطيع أن يخلو بالذنب. صحيح؟ أول تذكرون الشريط، شريط الفيديو ذاك اللي تقول كبر كرتون المناديل، ها، يا الله يلقونه، ويا الله وياه وعلوم ويصلحون فيه، وتلقى بعضهم حتى ينقله بمشقة. الآن صار النظر إلى الحرام يسيرا، لمسات لمسات، ولسهولة اللمسة على الشاشة www. الله يستر بعدها وش اللي عقبها. هذا الذي أحيانا زلت أقدام بعد ثبوتها، وانتكس أناس بعد ثبات، وصارت الرحلات التي تغادر من الصلاح سببها جريرة العين، كبيرة العين. أقول معاذ الله. لماذا؟ لأن الوصول إلى قلبي وقلبك صار سهل، والوصول لعيني وعينك صار سهل. ويا مقلب القلوب قلوها، ثبت قلوبنا على طاعتك. ولذلك أعود إلى التربية التوحيد، إن تربية المراقبة لابني وابنك هي التي لو ابتعث أو تغرب أو خلا أو غلق الأبواب وقفل بالأقفال يبقى أنه يقول معاذ الله، لأن الله معه، لأن الله يراه. التربية التي نقول لأبنائنا يا أبنائي، بل للجميع يا أبنائي يا إخواني، الأرض كلها مصورة، الأرض مصورة. بعض الأبناء إلى الآن لا يدري من اللي يصور، وين الكاميرا؟ يا حبيبنا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إنهم الملائكة. الأرض تتحدث، الأرض تنطق، يومئذ تحدث أخبارها. ما أخبارها؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: تخبر ما أحدث أبناؤها فوق ظهرها. نقول لأبنائنا: أبنائي أنا أغيب، لكن الكرام الكاتبين ما يغيبون. أنا أغيب، لكن السميع البصير لا يغيب. ما تركت بعدي فتنة، يقول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ومن يوم تطق صدرك تقول أنا أناظر، يا أخي أنا أترفع عن، اسمع الله يجزاك خير. ولذلك يسأل البعض من الشباب: أنا ما أجد لذة في الصلاة، ما أجد لذة في قراءة القرآن، ما أجد لذة في العمرة، ما أجد لذة وأنا أرفع يدي على الصفا والمروة، ما أجد شوق للحج، ما أجد شوق لجوف الليل حتى أودع فيه ركيعات. لأن كثرة النظر وفضول النظر أضعف خشية الله في قلبك، ففقدت لذة السعادة والمناجات. إنه الله هذا العظيم، من أكبر مدارس سورة يوسف: معاذ الله، إنه ربي، أن تعرف الله حتى لا تعصيه. بعض الشباب يسأل: ما وجدت وظيفة؟ أنت عدل وضعك مع ربي تتعدل كل الأمور، صحيح ولا لا؟ لكن اللي خلق السعادة والرزاق ذو القوة المتين الوهاب الشكور العظيم، هذا الذي رزقك في رحم أمك، ألا يرزقك وأنت شاب قوي الساعد؟ بلى، كن على يقين أنك كلما عرفته رزقك، أعطاك، آواك، سكب في قلبك الإيمان والنور والسعادة. في ظلمة يا شباب، في ظلمة في وجوه بعض الشباب ما يجلوها لا تقشير كريستالي ولا كيميائي ولا فازلين ولا مطهرات، وتروح الحلاق تقول شيل المدري إيش ها وصنفر، ما في صم، في ظلمة ما تروح إلا بالطاعة. النور هذا سببه الخشية في الخلوة، فيظهر الله في الجلوة نورا يتلألأ. يا ربي نسألك يا كريم من فضلك نور. تلاحظ بعض الشباب في وجهه نور، نور تنظر إليه فتحبه وأنت لا تعرفه، وآخر تقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، الله يكفيني شره، لا أحبه ولا أجاوره. وما الذي به؟ إنها ظلمة الخلوات
ولذلك أحبابي السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ما قال أخاف الهيئة، ما قال أخاف الشرطة، أخاف أبوي يدري، أخاف المرض، خاف تعلمين، خاف ننفضح، خاف حط خاف يجي الزوج، خاف يجي الولد، خاف يجي خاف ما في خاف. قال إني أخاف الله جل جلاله، وهنا قام. الرجل الذي آواهم المبيت إلى غار، الثلاثة الذين سألوا الله بصالح أعمالهم، رجل جلس من المرأة مجلس الرجل من المرأة، فلما قالت اتق الله قام في مكان تطيش فيه العقول، لأنها قالت، ما قالت في واحد مع النافذة ينظر، في واحد يصور، لا، قالت اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فقام وهو ماله عندها، وهي أشوق ما تكون إليه ويعشقها يحبها، لكن حب الله إذا دخل القلب أخرج كل حب.